احنا دايما في كنيستنا نحتفل باعياد القديسين ليس في يوم ميلادهم ولا حتى في يوم تكريسهم للخدمه، لكن في يوم انتقالهم الى السماء. سبقتونا الى المجد. زي ما انتم تعرفوا درجة الشهادة أو الشهداء لهم درجة عالية جدا في الكنيسة ولهم مكانة كبيرة جدا. احنا بنقول لهم يا بختيهم، تخيلوا انتم معايا كده ملايين من البشر وربنا عمال يقول أنا عاوز ده وعاوز ده وعاوز ده. طب مش معنى يا رب ده تاخدني أنا ملاك مكان يقول لك لا أنا عاوز ده، أنا عايزه، أنا بحبه، أنا عايزه. فإحنا ما نزعلش، ونقول لهم يا بختيهم بالمجد اللي أنتوا فيه دلوقتي. الموت زي ما أنتوا عارفين نؤمن إن هو انتقال وليس نهاية للبشر، مش هو دي النهاية اللي إحنا هنقف عليها، بل هو بداية للأمجاد السماوية. هو مرحلة مؤقتة إلى أن يأتي السيد المسيح في مجده في مجيء الثاني ويأخذنا معه على السحاب إلى المجد. أسرة الشهيد شحات ثابت حنبلي، أسرة الشهيد أيمن نصيف وهبة، أسرة الشهيد صبحي جمال نصيف، أسرة الشهيد فارس رزق أيوب، أسرة الشهيد مسعد مهني مسعد. أنا القصة إنجيل السعيد، كاهن كنيسة الملاك في 6 أكتوبر، كنيسة الملاك اللي فيها أسر شهداء مسبيرو. طبعا دي بركة كبيرة للمكان وإحنا مبسوطين، وأنا شخصيا فرحان إن أنا بخدمهم ونعيش ببركتهم. وإحنا النهاردة كان عندنا الاحتفالية بتاعة الذكرى الثانية لاستشهادهم، فرحانين بيهم، فرحانين بأسرهم. كيرتس راوي راضي، الكلام ده علشان أسرة الشهيد مخايل توفيق بنتي، أسرة الشهيد وائل مخايل خليل. الاحتفالية النهاردة أنا شايف إن هي كانت ماشية بشكل كويس، باركنا فيها الأنبا رفائيل نيابة عن البطرك، الأنبا باب البطريرك، الأنبا تدروس الثاني، وأسقف مدينة 6 أكتوبر أنبا دوماديوس. كنا فرحانين بوجودهم في وسطينا. الاحتفالية كانت كويسة، كان بس ينقصها شوية نظام من خلال الخدام والكشافة، لكن نظرا للزحمة اللي كانت موجودة هم بذلوا اللي قدروا يعملوه.